يعني لا زلنا نقول انه حتى الساحه المصريه على الرغم من السيطره الظاهره للسيسي وعصابه العسكر، لا زلنا نقول انه على الرغم من سيطره حفتر على المنطقه الشرقيه بشكل ربما كبير، الا ان الثوره لا زالت في نفوس الثوار ولا زالت في نفوس الشعب ولو كانت بنسب متفاوته. فهناك نعم معطيات ايجابيه خمسه في الساحات الثوريه، وهذه سنعرج عليها سريعا. المعطى الايجابي الاول في الساحات الثوريه هو فشل الانظمه، وأنا هنا لا أتحدث عن إجرام الأنظمة أو خيانتها أو عملتها، لا أتحدث عن عمالة حفتر للسيسي والإمارات، لا أتحدث عن عمالة السيسي للصهاينة وبيعه لمياه النيل وأبار النفط لا، أنا أتحدث حتى عن فشله في تحقيق الحد الأدنى لمن أيدوه. وعد المنطقة الشرقية بالأمن، لم يتحقق الأمن، وعدهم برخاء اقتصادي، لم يتحقق، وعد قواته هو برخاء اقتصادي وأمني ولم يتحقق حتى اليوم، وهناك اتهامات بالسرقة والنهب فيما بينهم. يبقى فشل هذه الأنظمة والثورة المضادة هذا واقع، هذا معطى إيجابي، هذا معطى إيجابي أول. لا. المعطى الإيجابي الثاني غضب شعبي كبير بسبب خيانة الأنظمة وبسبب فشل الأنظمة في تحقيق احتياجات هذه الشعوب. المعطى الثالث، لا زالت الثورة في نفوس الثوار، حتى الثوار الذين لا يتحركون. المعطى الرابع، عدد كبير من الأفكار الثورية والمعارضية التي صارت مبثوثة في الساحات ولم تكن موجودة في مطلع الثورات. لا شك أن الأفكار الثورية والقيم، المنظومة القيمية والفكرية لعموم الثوار صارت أثرى وأكثر اتساعا وانفتاحا على أفكار أخرى، وتستطيع أن تستفيد من هذه الأفكار في ساحات ثورية. والمعطى الأخير، عدد كبير من الشخصيات الرمزية والتخصصية والإعلامية التي تستطيع أن تجمع عدد من الأفكار وتجمع عدد من الثوار وتجمع عدد من الشرائح الشعبية وتستفيد من فشل الأنظمة وإجرامها في مشروع. وأنا بشبه دائما يا أستاذ عبد الله، وأتمنى إخواني ينتبهوا لهذا المثال، بشبه دائما هذه المعطيات الإيجابية كبرادة الحديد المبثوثة على الطاولة. هذه التجربة كنا نأخذها في الإعدادي أظن. هذه البرادة برادة عشوائية لا يمكن الاستفادة منها إلا بوجود مغناطيس. هذا المغناطيس يستطيع بفعالية خلف الثانية خلف الثالثة، أو بدعوة ميدانية وراء الثانية وراء الثالثة، أو باستثمار فشل النظام وراء الثاني وراء الثالث، في إعادة تشكيل برادة الحديد حول هذا المغناطيس. وكلما كان هذا المغناطيس أقوى وأكبر، كلما استطعنا أن نعمل بشكل أكبر على فشل النظام، كلما استطعنا أن نضم شرائح شعبية تتعاطف أو تؤيد أو تدعم الثورة، كلما استطعنا أن نضم شرائح ثورية، كلما استطعنا أن نضم شخصيات قيادية ورمزية وإعلامية وفكرية وتخصصية، كلما استطعنا أن نطرح مجموعة من الأفكار بشكل مبتكر وبشكل عبقري كالمشروع مثلا الذي نطرحه، كلما قوي هذا المغناطيس وكلما كان تأثيره على هذه البرادة أفضل، وكلما استطعنا أن ننتقل بالساحات الثورية إلى خطوات للأمام. أفضل ما يكون في الساحة الثورية أن يكون هناك مغناطيس واحد كبير يستطيع أن يعيد تشكيل برادة الحديد العشوائية. فإن كان ولا بد، فلا مانع من يكون هناك عدد من المغناطيسات يؤثر كل منها على شريحة من الشرائح، سواء شريحة من فشل النظام أو شريحة من الغضب الشعبي واستثمارها، أو شريحة من الشباب الثورة، أو شريحة من الأفكار المعارضية والثورية، أو شريحة من القيادات النخبية والتخصصية. هذا العدد، عدد من المشاريع، لكنه يتناغم فيما بينه ولا يتشاجر او يختلف او يتقاتل.